باهي الدين حسن، فاكرين باهي الدين حسن؟ 18 منظمة حقوقية حول العالم بقيادة باهي الدين حسن، تعمل ايه؟ راحوا عملوا مذكرة للأمم المتحدة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بيقول لهم الحقوا مصر فيها إعدام وتعذيب وعنف ضد النساء والفتاة واحتجاز النشطاء والمدافعين وغيره. مين؟ 19 18 منظمة حقوقية رايحين قدمين شكوى في مصر في الأمم المتحدة. أنا بس ده خبر يعني بقوله لكم ده النهاردة ضمن الأخبار اللي كنت بقولها من شوية، وجايبين فلان يتكلم وفلان يعمل لايفات وفلان يشتكي وفلان يعمل الحرب أهو. أهو. ده يونايتد نيشن مصر، دي أسماء المنظمات الأورو متوسطية للحقوق أهي، الأورو متوسطية للحقوق، بيل أند نيد، خدمات الدولية لحقوق الإنسان، رابطة حقوق الإنسان، سوليدير، اللجنة الدولية للحقوقيين، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، فرونت لاين ديفندرز، كرامة المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب، لجنة حماية الصحفيين مراسلين بلا حدود، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، منظمة العفو الدولية. كل دول يا جماعة بيستهدفوكم، وأنا بتكلم على الاستهداف. في ناس بتزعل من الكلام، بس اللي يزعل يزعل، دي بلدنا ما عندناش غيرها أصلا. دول كلهم مرتزقة شغالين ضد مصر.